يظهر ان راغب علامه هيفاجئنا كل يوم بحاجه جديده، وده لانه من يومين اعلن عن تجهيزه لديو جديد، لكن مش هي دي المفاجاه، المفاجاه ان الديو هيكون مع المطربه النيجيريه ساشي. ايه تفاصيل الموضوع؟ ده اللي هنعرفه حالا. راغب علامه كشف عن العمل الجديد المنتظر طرحه بعد ايام من خلال تويتر، وقال ساهديكم اغنيه الرقصه المجنونه يلا حبيبي بيشاركني فيها النيجيريه ساشي. وهي مطربة صاحبة شعبية كبيرة بأفريقيا وقدمت أكتر من كليب ناجح، منهم كليب يولا يولا وكليب رايت ناو. الأغنية كتب كلماتها توني أبو كرم، ولأن منتجها روماني تم تصوير الكليب في رومانيا. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ الديو مش الأول لراغب علامة اللي سبق وقدم أكتر من ديو، منهم أغنية بتغيب بتروح مع إليسا. لا تغيبي بالايام. وديو انا ضايع من دونك مع المطربه التركيه اسكن نور ينجي. عم غني وانت كتير مزعلني، ولا كلمه بتطمني بعدك عني. يلا حبيبي بتيجي بعد طرح راغب لكليب اللي بعنا خسر دلعنا، الاغنيه اللي حققت نجاح كبير وتخطت ال 10 مليون مشاهده على يوتيوب. راغب علامة جه في المركز الخامس ضمن قائمة فوربس العربية اللي صدرت مؤخرا لأكتر نجوم الغناء العرب شهرة عالميا، وده بفضل تقديمه في آخر 3 سنين لأكتر من 14 حفلة غنائية ناجحة خارج الوطن العربي، بجانب كونه أول وجه دعائي لماركة الساعات العالمية هابلت في الشرق الأوسط وأفريقيا. في انتظار تجربة راغب الجديدة، وبنتمنى ما تقلش نجاح عن نجاح كليبه الأخير. يفرق لنا من راحة ومين استنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده متفل وده مش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة. واضح فعلا نجاح كليب اللي بقى انا خسر دلعنا اللي لسه نازل من ايام لراغب شجعه انه يقدم عمل جديد بالسرعة دي، لكن دلوقتي